حنا جينا لهنايا كنا في الاول كنا باركين غير في الزنقه، وملي كانوا دايرين هاد الخزين وهادو جينا الحمد لله وجينا سكننا. اش غنديروا؟ الجيران العائله كلشي كاين هنا الحمد لله. كي داير الظروف ديال الاقامه هنا؟ كلشي زوين صراحه، كلشي زوين، نظام وقت الماكله كلشي في الفطور، في الماء، العصير، اتاي، القهوه، اي واحد شنو بغا صراحه. الماكله حتى هي زعما الصراحه، الغداء حتى هو زوين، العشاء حتى هو زوين. هاد الناس اللي هنا الصراحه كيديروا داكشي اكثر من جهدهم صراحه. كتشوف مع الوليدات كيديروا المخاط مع الدراري، كينسيهم على هادشي اللي طرا، حيت ما ساهلاش باش تخلي دارك وتجي تسكني في بلاصه اخرى، هي راه قاصحه صراحه صعيبه. ولكن الحمد لله على كل حال، كنطلب الله يكون خير ان شاء الله من هنا، كنطلب الله يا ربي. ايوا اش غادي نقول لك، النهار كندوزو حنايا كنجيو في الصباح كنفطرو كنرجعو لخيمتنا، ايوا كنبقاو نتنساو معاك كنقعدو هادي وكنلقاو بلايصنا وكنجيبو وليداتنا لهنايا كيديروا الانشطه وهادشي زوين. وثاني نتسناو وقيت الغدا تنجيو ثاني نتغداو. ايوا الغدا ثاني كنمشيو ثاني نتكاوعد شويه ثاني حتى العشيه ثاني كيقول لها جيتي سميتها تنخرجو نبدلو الجو شويه وصافي. هادشي اللي كاين كنخرجو خارج المخيم نمشيو نشوفو الجيران الاخرين اللي ملهيه صراحه الحمد لله. هادشي اللي كاين اللي ثاني كنجيو نتعشاو كنمشيو ندخلو خيمتنا صافي. هادشي اللي كاين ما خاص حتى شي حاجه الحمد لله والشكر لله. هاد الناس ما دايرين اكثر من جهدهم صراحه والله، الله يجعلها اليوم في ميزان الحسنات يا رب. كنوضو كنفطرو كنرجعو كنجلسو في المخيم كان المهم العائلات المهم كنجلسو هكا صافي. كنرجعو تاني كنتغداو كنديو الولاد الراوت، كاين اللي كيجي الراوت كاين اللي كيجيو كيمشيو لتما يقراو وصافي. كنرجعو نتعشاو كنعسو المهم كاين النظام وكاين كلشي الحمد لله. كاين الامن كاين العسكر كاين الامن كاين كلشي الحمد لله، ما كنخافو ما والو الحمد لله، كان امن كاين كلشي الحمد لله.